معكم النهاردة دكتورة أميرة ليو في محاضرة جديدة من محاضرات كورس أساسيات تصنيع مستحضرات التجميل المجاني. النهاردة إن شاء الله أنا هكلمكم على الأربيوتين، ما هي استخدامات الأربيوتين وما هي أنواعه وإيه هي فوائده للبشرة وليه بنستخدمه أصلا في المركبات والتركيبات التجميلية. أولا الأربيوتين ده عبارة عن مركب طبيعي بنجده في الأوراق الجافة لبعض النباتات زي نبات عنب الدب، تمام، وكمان نبات التوت الأزرق. طب ما هي أنواعه؟ له نوعين، الألفا أربيوتين والبيتا أربيوتين. احنا دايما بنستخدم في المنتجات الطبيعية الألفا أربيوتين لأنه آمن لمعظم أنواع البشرة، ولذلك بتلاقوه في العديد من المنتجات الطبيعية الخاصة بالبشرة أو حتى اللي احنا بنشتريها من الصيدلية. ولكن البيتا أربيوتين احنا مش بنستخدمه لأنه يعتبر مركب غير ثابت ويعتبر ضار للبشرة، فلذلك احنا بنتجنبه، دايما بنتجنب استخدام البيتا أربيوتين، بنستخدم الألفا بس. اذا ليه بقى بنستخدم الألفا أربيوتين في المنتجات الطبيعية؟ بنستخدم الألفا أربيوتين عشان تفتيح البشرة لأن هو بيساعد على تفتيح لون البشرة، وكمان بيحمي البشرة من الإنتاج الزائد للميلانين. الميلانين ده اللي هو بيدي البشرة اللون بتاعها، ولما بيحصل فرط للإنتاج بتاعه بيحصل التصبغات زي الكلف والنمش والكلام ده كله. طب ايه هو المود اوف اكشن بتاعه او بيعمل ازاي اصلا على تفتيح البشرة؟ في انزيم في الجسم اسمه التايروزينيز. التايروزينيز انزيم ده موجود في البشرة، ده لما بنتعرض للأشعة فوق البنفسجية بدون حماية بيبتدي يتحفز ويبتدي يساعد على انتاج الميلانين، ان هو بيحفز. يعني احنا بنتعرض للشمس وبنتعرض للأشعة فوق البنفسجية، فالتايروزينيز انزيم بيبتدي ينشط فيبتدي يحفز الخلايا الصبغية اللي هي بتحتوي على الميلانين، وبالتالي هتساعد على انتاج الميلانين. يعني هي بالترتيب كده، نتعرض للشمس من غير حماية، التايروزينيز انزيم يشتغل، التايروزينيز انزيم يروح للخلايا اللي بتنتج الميلانين فتحفز انتاج الميلانين، هي سلسله ما بتتكسرش. بيعمل بقى الالفا اربيوتين ده على يعني ايه، بيعمل ايه بالظبط؟ بيجي على التيروجينيز انزيم بيمنعه ان هو يمارس نشاطه المعتاد في تحفيز خلايا الصبغيه ان هي تنتج الصبغه، فبالتالي ده بيساعد على ابطاء او منع تكون الصبغات الجلديه، فبالتالي هيمنع الكلف والنمش وهيمنع البقع الداكنه اللي بنلاقيها في البشره، فبيحمي البشره من التصبغات الزياده، بيدي لها حمايه. وكمان طبعا لما بيعمل على تثبيط الخلايا اللي بتنتج الميلانين فده طبعا بيقلل من انتاج الميلانين وزياده التصبغات، وكمان بيساعد على التفتيح. اذا فما هي بقى فوائد الالفا اربيوتين او الاربيوتين للبشره؟ اول فائده معانا ودي قاعده كبيره جدا بيعانوا من المشكله دي وهتعتبر الحل الامثل ليهم، ان هو بيساعد على تفتيح الاثار الصبغيه اللي بتتركها حب الشباب في البشره، وكمان بيساعد على التخلص والوقايه من الندبات اللي بتحصل بعد الحبوب. طبعا انتوا عارفين ان غالبا قاعده كبيره من الشباب والناس لما بيحصل لهم حبوب في البشره بعد ما الحبوب دي بتتعالج احيانا بتسيب بقع في البشره. البقع دي بيسموها فرط التصبغ الناتج عن الالتهاب او التالي للالتهاب. طبعا يعني بيختلف لونها، ممكن تكون بينك، ممكن تكون حمراء، ممكن تكون بني، ممكن تغمق اكتر، تمام. طبعا يعني بعد ما بتتكون الصبغات او البقع بعد الحبوب دي بتاخد وقت طويل جدا للعلاج. طيب لما بنستخدم بقى الاربيوتين لعلاجها فبالتالي ده هيقلل من المده اللازمه لعلاجها، لان هو اصلا يعني له خواص ان هو مضاد للالتهاب ومضاد للاكسده، تمام. اولا هيخلص البشره من السموم اللي فيها، وكمان هيساعد على تفتيح الندبات والحبوب والبقع اللي موجوده، وكمان هيحمينا من تكون الندبات اللي بتحصل بعد الحبوب. الحفر والندبات اللي بتحصل بعد الحبوب هو هيقينا منها، يعني لما نستخدمه في حالة عندها حبوب في البشرة فده طبعا هيقينا من التصبغات وكمان من الندبات. تاني حاجة في الأربيوتين بيساعدنا على مقاومة
التأثير الضار للأشعة فوق البنفسجية وأشعة الشمس، تمام؟ لأن هو طبعا لما بنستخدمه في الروتين بتاعنا حاجة فيها الألفا أربوتين، ده بيحمي البشرة بتاعتنا إن يحصل فيها تغير في اللون أو تصبغات نتيجة تعرضها للشمس. كمان لما بنستخدم في الروتين بتاعنا حاجة بتحتوي على الألفا أربوتين، ده بيساعد على التفتيح وتوحيد لون البشرة. يعني احنا بشرتك مثلا ايا كان لونها بدأ يظهر فيها بقع مختلفة او لونها داكن شوية عن بقية لون البشرة، ده بيساعدنا على توحيد لون البشرة، ان البقع دي هتبدأ تتلاشى والصبغات دي هتبتدي تتلاشى والبقع الداكنة تبدأ تفتح في اللون لحد ما توصل ان هي بتبقى لون البشرة بتاعتنا، فيساعد على توحيد لون البشرة. طبعا المنتجات اللي احنا بنستخدمها للسكين كير لما بيوضع كريم او سيرم يحتوي على الالفا اربيوتين، يجب طبعا ان البشرة تكون نظيفة وجافة عشان يحصل امتصاص جيد للمواد الفعالة. ولو بنستخدم منتج فيه الفا اربيوتين بانتظام، بنبتدي نلاحظ التحسن يعني خلال من شهر لشهرين. عشان يا جماعة مفيش منتج سحري، مفيش منتج هنحطه على بشرتنا من اول يومين هنلاقي ان احنا بشرتنا بقت فلتر، تمام؟ لا، مفيش حاجة كده خالص. حتى الجلسات اللي احنا بنعملها في الكلينيك لازم بتاخد وقت لحد ما بنلاقي النتيجة، فبالتالي الروتين والعناية محتاجة وقت ومحتاجة صبر وانتظام. طيب هل بقى السؤال المهم، هل الالفا اربيوتين امن ولا لا؟ الالفا اربيوتين مثل ان هو بيبقى لطيف كده وحنين على البشره، يعني زي ما بنقول مثلا باللغه الدرجه، تمام؟ لان هو كمان في مضادات الاكسده، فهيحمي البشره كمان من الفري راديكلز والشوارد الحره، بالاضافه كمان ان احنا يعني ممكن نستخدم منتجات فيها الفا اربيوتين مع منتجات تانية في الروتين بتاعنا، وده مش هيعمل تحسس او مشاكل في البشره، تمام؟ وكمان هو اكثر امانا من الكريمات التفتيح التانية، يعني اكثر امانا من المركبات التانية. طبعا كلنا عارفين ان الهيدروكينون يعني ما بنفضلوش، وما بنفضلش استخدامه في المركبات البشرة او تركيبات البشرة او كريمات البشرة، لان هو الهيدروكينون للأسف بيقتل الخلايا الصبغية، يعني بيقتل الخلايا اللي بتنتج الميلانين، تمام؟ ولكن الاربيوتين هنا سايبها في حالها خالص، هو بس يعني بيمنعها من الانتاج بتاع الميلانين، يعني بيقول لها وقفي عندك ما تنتجيش كفايه قوي الصبغات اللي موجوده، تمام؟ لكن الهيدروكينون مثلا مش امن، ده بيقتل الخلايا الصبغيه، عشان كده احنا ما بنفضلش استخدام المنتجات اللي فيها هيدروكينون، تمام؟ طيب في سؤال هنا مهم، هل هو امن 100%؟ مفيش حاجه في الدنيا امنه 100%. يعني احنا مثلا الماء اللي هو ربنا خلقه لنا لما بنشربه باعتدال ده بيكون صحي جدا للجسم، لكن لما بنشربه بكميات كبيرة جدا الجسم مش محتاجها، بيبتدي تخرج الفيتامينات والمعادن بره الجسم اللي الجسم محتاجها، فبالتالي طبعا دي حاجة احنا برضو هنحطها على بشرتنا. هل هو امن؟ هو امن، بس الفكرة كلها ان مش كل انواع البشرة زي بعضها، فبالتالي زي ما احنا بنقول اي ماسك اي كريم اي سيرم حتى الميك اب لما بتيجوا تستخدموه يا بنات، المفروض ان احنا بنعمل اختبار حساسية، بنضع على جزء من البشرة، تمام؟ وبنصبر نص ساعة مثلا نشوف هل حصل تحسس ولا لا. لو ما حصلش تحسس بنستخدم المنتج بتاعنا، تمام؟ فبالتالي ممكن بعض الناس بتبقى بشرتهم حساسة فيحصل allergic reaction، يحصل يعني ايه حساسية او تحسس نتيجة استخدامه، زي مثلا يحصل احمرار، يحصل مثلا سكين راش حرش، تمام؟ ممكن حساسية من عند التعرض للشمس لو انت بشرتك حساسة قوي، تمام؟ ما بتتقبلش اي منتج. فبالتالي الطبيعي ان برضو اي منتج هنستخدمه بيوتيم لازم برضو نعمل التست بتاع الحساسية، ان احنا بنستخدمه على مساحة صغيرة من الجلد وبنصبر عليه. طبيعي ان احنا يا جماعة من الروتين بتاعنا نستعمل صن بلوك عشان نتجنب اي تحسس عند التعرض للشمس، تمام؟ اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم من محاضرة النهاردة ان شاء الله باذن الله، وهنكمل معاكم باذن الله المواد الفعالة واضرارها وفوائدها، عشان ان شاء الله لما ننزل بيه المنتجات نفسها والتركيبات في الكورس بتاع التصنيع يكون ان شاء الله الوضع سهل عليكم ومفهوم المواد الفعالة كل حاجة فيها بتعمل ايه.
كان معاكم النهاردة دكتورة أميرة الدوي في محاضرة الأربيوتين. وبالنسبة للناس اللي بتسأل على الخامات وبعض الأدوات، إن شاء الله هحط لكم تحت لينكات لبعض الأدوات اللي أنا ممكن أكون جربتها زي القوالب والقطاعة وغيرها، هتلاقوا لينكات إن شاء الله ليها من المصادر اللي أنا جبتها منها تحت الفيديو. دمتم بخير حال وحفظ الله أحبائكم من كل سوء. كان معكم دكتورة أميرة الديوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.